أخيرا يصدح النشيد الوطني في أول احتفال تقيمه الحكومة الشرعية في عدن منذ إعلانها عاصمة مؤقتة. الذكرى 54 لثورة 26 سبتمبر هي المناسبة الوطنية التي احتفي بها بحفل خطابي وفني أحياه رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين، كذلك قيادات السلطة المحلية لمحافظة عدن. عدن الثورة والحرية والتجانس والتنوع والتعايش السلمي والقبول بالآخر. نحن سعداء بأن يكون لنا يوم تعاد الفرحة ويعاد الغناء ويعاد الروح المعنوية لهذا المجتمع الذي عانى في تقريبا عامين متتاليين. رئيس الوزراء استغل المناسبة لإيصال عدد من الرسائل عن الوضع الراهن والكثير من الوعود الخدمية والتنموية. فالعاصمة لا تستطيع أن تستقبل البنك المركزي ولا مقرات الوزارات والمؤسسات والشركات التجارية والهيئات العامة في ظل روح الكراهية ورفض الآخر. فإذا أرادت عدن أن تمارس دور الريادة والقيادة وهي أهلا لها، فعليها أن تكون كما كانت دائما المدينة التي احتضنت أبناء اليمن جميعهم دون استثناء. على هامش الفقرات الفنية التي أحياها عدد من المطربين وفي متن التاريخ، كنا على موعد مع أحد المناضلين الذين صعدوا من عدن للمشاركة في حرب 70 دفاعا عن الجمهورية السبتمبرية. أبناء عدن ساهموا مساهمة جبارة وذهبوا فوق ورا فوق يدحروا حصار 70 يوم، وكنا نحن شباب لا نفكر بأرواحنا ولكن نفكر بدمنا الموجود في وطن اليمن بشكل عام. يذكرنا هذا الفنان القدير بريادة عدن النضالية على أمل أن تواصل رسالتها الجمهورية كعاصمة لليمنيين كافة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.